الجديد اللي غنقدمه للفريق سريع واد زم هو انني لعبت بدي سيستم مختلفه في ثلاثه المقابلات اللي لعبنا، ومازال ان شاء الله كنواعد الجمهور والمسؤولين بحوايج اخرى، يعني طريقه اللعب ديال الفريق، النظام اللي خصو يكون في الفريق، الهيكله ديال النادي، يعني كل ما هو تقني وتكتيكي موازات مع ما هو نظام ديال الفريق، يعني الفريق خصو تكون عنده هويه ديالو.